تصريحات وليد الركراكي، لان وليد الركراكي قبل بس ما نروح نشوف التصريحات اتكلم في كام جزئيه مهمه جدا. قال ان احنا لدينا افضل جماهير في العالم، جماهير الوداد فريق محترم وجماهير محترمه جدا طبعا وجماهير قويه قوي، ما نقدرش ننكر الكلام ده. بس بص بقى التصريحات اللي هي ايه اللي من تحت لتحت دي، احنا مش الاوفر حظا للفوز باللقب، مش احنا اللي هنكسب، ده الاهلي هو المرشح الاكبر. ازاي؟ طيب ازاي؟ اه طبعا الاهلي فرقه كبيره، الاهلي فريق يقدر يكسب في اي حته تحت اي ظروف تحت اي ضغوط، لكن في نفس الوقت الافضليه عندكم انتوا. التصريحات اللي زي دي مش هتاكل معانا خالص ولا مع موسيماني خالص، والله العظيم انا بعيد وبكرر اكتر من مره في الموضوع ده، مش هنتاثر ومش هننام نينا، مش هننام نينا خالص من التصريحات دي. فيقول لك اصل هم المرشحين الاكبر وهم اللي مش عارف ايه وامكانياتهم اعلى وكلام من ده، سيبك من الكلام ده، ده شغل نفسي. اتكلم كمان ان المشاكل اللي الاهلي بيطرحها مش هتاثر عليه، الاهلي مش بيطرح مشاكل خالص مع حتى الوداد ولا مع اي حد، المشاكل مع الكاف ده امر واضح جدا. تعال نشوف جزء من تصريحات الركراكي، جزء بس من التصريحات، بعديها هنطلع فاصل ونرجع نكمل، لسه عندنا كلام مهم قوي. يلا بينا. اول حاجه احنا عارفين لا بوليميك اللي طرات على الجمهور من الفينال اللي تلعبها غتلعب في دونور. بحال كاينين ديسيزيون ديال لاكاف، وشنو احسن بحال اللي قلت في الاول، شنو احسن على لو سبيكتاكل ديال لافريك هي نبينو ان ستاد اللي غيكون عمار، اللي غيكون جمهور، اللي غيكون ان سبيكتاكل. وباني ولا كانت لعبت في السنغال ولا في جنوب افريقيا ولا في تنزانيا، جوج جمهورهم ما يقدروش يجيو، والستاد اللي ما غاديش يكون عمار وما كان جمهور ماشي شرف كبير على لاكاف وعلى الشامبيونز ليغ وعلى القيمه ديال الكره. ولا كانوا بغاو نلعبوا في كايرو كنا مشينا، احنا ما عندناش مشكل الصراحه، احنا اللي بغينا هي نلعبوا مع الجمهور، يكون ان سبيكتاكل، والجمهور صراحه غيعاوننا احنا في الدار. بحق ما كان امن لي فرقه بحال الاهلي زعما غتكون ضاغط عليها تلعب مع 45000 الناس، هما مولفين. والعام اللي فات جاو الكاز جاو الرباط ربحوا هنا، وشحال الشامبيونز ليغ ربحوا على برا، دونك هذا الشيء ما غاديش يظهر عليهم. اللي كيامني حنا غنكونوا مع الجمهور ديالنا، غيكون ان سبيكتاك، غنحطوا لو ماكسيموم باش يكون ان بون سبيكتاك ويفرحوا بينا غدا ان شاء الله. شوف انا كنهضر ديما بالنيه، واللي عندي في راسي غنقولها، واش كذبت واش الاهلي فابوري؟ ما كذبتش. احنا نحلموا نديروا 3 فينال كونسيكوتيف في تشامبيونز ليغ، دونك ما عندهم تجربه، ما عندهم 10 تشامبيونز ليغ 15 فينال. ماشي علاش كنقول هذا الشيء سافو دير حنا غاديين باش نخسروا، بالعكس حنا غنديروا كل شيء باش نجيبوها، غنتقاتلوا. بور موا سي دو 50-50، ما كنقولش ملي الاهلي سون بلوس فافوري كو نو، مي في لو بابيي مع شنو طرا هاد العام مع ليكسبيرونس اللي عندهم، لا تخوازيام فينال ديال المدرب ديالهم، لا كاتخيام في لا كارير ديالهم، كنقول دو لوغ كوتي عندهم ليكسبيرونس، عندهم كلشي. بحال حنا عندنا شي حاجه اللي كبيره هي لو كور، عندنا هنا عندنا واحد جروب اللي قلتي انت، بدينا العام مشى الكهبي، مشى ناجم، مشى الكرتي، مشى مزوفا، ما قدرناش نديرو انتدابات، كانوا الدراري غيمشيو في ميركاتو، بقاو بحال بديع، بحال رحيم، بحال اسرير، وبقاو وتجمعنا وجلسنا وهضرنا وقلنا هاد العام غنتقاتلو، بعدا نتقاتلو من بعد نشوفو. وهاد لا مونتاليتي اللي عاونتنا اللي تقاتلنا، قلتها يمكن ما غاديش نكونوا احسن فرقه اما في بطوله اما في تشامبيونز ليغ بلو جو لي باغين جمهور تيكي تاكا ونفرجوا الناس 5 بيوت اهداف ويفرحوا يقولوا احسن فرقه اللي دازت في الوداد. بحق في لا غرينتا في لو كور كان امن يمكن احسن فرقه اللي دازت في الوداد يمكن هي هذه، كتقاتل حتى الدقيقه الاخريه، شحال الماتش ربحنا في الدقيقه الاخريه، تقاتلنا الجمهور عاوننا بشويه بشويه، في العام رجعنا عائله مع الجمهور، حسنا بالحب ديالهم وتا هما حسوا بالضغط اللي عندنا. دونك ملي كنقول لي سون فافوري هي في لو بابيي سون فافوري، بحق حنا غنعاودها، انا شي حاجه اللي هادي ما تقدرش تحتها هي لو كور ولونفي.